بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب الرجل يصيب المرأة ثم يريد أن يعود. قال عبد الرزاق رحمه الله عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيف على نسائه في غسل واحد. وقال عبد الرزاق رحمه الله عن ابن عيينة عن عاصم بن سليمان عن أبي عثمان النهدي قال: رأيت سلمان بن ربيعة الباهلي أصغى إلى عمر فسأله عن شيء، فقلنا: عما سألته؟ فقال: سألته عن الرجل يجامع امرأته ثم يريد أن يعود، فقال: يتوضأ. وقال عبد الرزاق رحمه الله عن ابن عيينة عن مسعر عن رجل سماه عن جعدة ابن هبيرة قال: سألت عنه ابن عمر فقال: إذا أراد أن يعود أو يأكل أو ينام فليتوضأ وضوءه للصلاة. هو سند فيه ضعف، لكن المعنى صحيح، وقد ورد الأمر بالوضوء، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر بالوضوء قبل النوم ورد، يعني ورد أمر إرشاد للعود، وورد أمر إيجاب عند بعض المحققين للنوم. وهذه مسألة واقفة على حديث معين نبينه في الأسبوع القادم إن شاء الله، هو حديث عائشة بأن سلم نام ولم يمس ماء، وهذا حديث مختلف في إسناد اختلاف عظيم. ها ما خلاص، هو حديث فيه اختلاف نبينه إن شاء الله الأسبوع القادم بالتفصيل، لأن هذه المسألة مسألة يعني حقا مسألة من الأهمية بمكان، لأنه قد ورد أيضا بدليل في الطبراني بأن سلم ضرب على الحائط ونام، ضرب على الحائط فتيمم ونام. فهل يصح قول عائشة لم يمس ماء وتأويل العلماء في ذلك وتأويل أبي داود لهذا الحديث، لأن مسألة من الأهمية بمكان. لكن ابن عمر يقول: إن أراد الطعام أو الشراب أو النوم فليتوضأ، يبقى لا يأكل حتى يتوضأ. وهذا كلام كما قلنا، أولا السند فيه ضعف، رجل مبهم، والصحيح أنه ما للطعام وما للجنابة، ليست المسألة فيها ما يعني ثمة علاقة بين الطعام وبين الجنابة. نعم لحظة. نعم شيخ، هو يطوف وهي يطوف ويطيف، يعني لغة صحيحة، هو طاف بالتسع في غسل واحد، مع أن التبويب أنه إن أراد يعمل إيش؟ يغتسل. فما دي معناه أنه سلم لا توضأ ولا اغتسل، يعني كأنه بيقول في التبويب: وأن ما أتيك به من الأخبار التي تأمر بالوضوء عند إرادة العود أنها على الاستحباب وليست على إيش؟ على الإيجاب. لذلك أنا قلت لك الأمر أمر إيش؟ إرشاد، والأمر الآخر أمر إيجاب. نعم. وقال عبد الرزاق رحمه الله عن ابن جريج قال: سئل عطاء أن يستدفئ الرجل جنبا بامرأته وهي كذلك، قال: نعم، لا بأس أن يصيب الرجل المرأة مرتين في جنابه. هو عامة هذا الباب باب مهم جدا، وهو باب مسألة الاغتسال بعد الجنابة أو الوضوء لإرادة العود. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالوضوء لإرادة العود قد علل وبين، قال: فإنه أنشط للعود، فإنه أنشط. ليش؟ لأن الإنسان عند بعد الانتهاء من قضاء الوتر يشعر بالاسترخاء، يشعر بالكسل والفطور. وهنا كما قال العلماء هنا بأن الجميع قالوا بأن الأمر بالاغتسال ما دمنا، طبعا لما الثلاث ما دمنا قلنا بأن الجنابة ليست نجاسة فلما الاغتسال، فقالوا تعبدا. وحقا الطب الحديث أظهر ذلك، أو كل التطورات العلمية نستفيد منها، فقط أثبتت ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصاب بالفطور جدا بعد الانتهاء بعد قضاء الوتر، وهذا الفطور لا يعاوده النشاط إلا بمسيس الماء، يعني مسيس الماء يعاوده بعد ذلك النشاط. وهنا جاء من إيه؟ من النبي، يعني العلة موجودة، لكن لم يرتقي أذهان العلماء أو لم يستقي أحد من العلماء أن يعلل بها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد علل بها، قال: فليتوضأ فإنه إيه؟ أنشطوا للعدل للعود. فمعناها بأنه إذا أصيب بالفطور فأن الحيوية والنشاط تأتي بعد ذلك بالاغتسال. وأما أنه يبقى على الجنابة، لأن بعض العلماء يقول يحذر أين ينام جنبا ويأثم بذلك، ويستدلون بحديث إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب، الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب. أما لا تدخل ملائكة في بيتا فيه كلب ولا صورة هذا صحيح، وأما الجنب فزيادة ضعيفة، على الراجح عند المحققين زيادة الجنب زيادة
ضعيفة، ويأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.